يصلح ملابسه ليبدو مكتملا في الصورة. إنهم جرح الحرب الذين خذلتهم الحكومة ونسيهم الناس. أيام كانت تدور الحرب في مدينة عدن أواسط العام 2015، كان لهؤلاء الأفراد دور بارز في تحريرها من ميليشيا الحوثي. وعقب انتشار الأوبئة والحميات في عدن وتزايد عدد الوفيات وعجز الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية، فإن هؤلاء الجرحى سرعان ما قرروا خدمة المجتمع على نحو آخر. حملة قام بها 68 جريحا لتشمل مديرية كريتر كمرحلة أولى، ثم تمتد إلى جميع مناطق العاصمة المؤقتة. أسطوانات الرشي على ظهورهم وعلى أيدي بعضهم العكازات. عدد المشاركين في حدود أكثر من 68 من جرحى الحرب الأبطال. طبعا كلها مجهودات ذاتية، ولو أخذتم نظرة على المضخة الذي تضخ الدخان ضبابي بتلاقوها كلها عبارة عن صناعة محلية لعدم توفر المكائن وعدم وجود القدرة المادية لشرائها. هؤلاء الجرحى معظمهم لهم 4 أشهر بدون مرتبات، وفوق هذا كله أبوا أن يكونوا من الأوائل يعني في البادرة ومن أموالهم الشخصية، وبعضهم تسلف دين. مهمة المبادرة القيام برش ضبابي في محاولة للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للحميات المتصاعدة في مدينة لم تستطع الحكومة تقديم شيء لها سوى إعلانها مدينة منكوبة وانتظار المساعدات من الدول المانحة والمنظمات العالمية. كما تهدف مبادرة الجرحى لرفع المخلفات من الأحياء السكنية وشفط مياه الصرف الصحي. من أدوار الحرب إلى أدوار السلم صور أخرى نسي فيها هؤلاء الجرحى آلامهم وذهبوا لتطبيب أوجاع الآخرين والوقوف إلى جوارهم.